تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين، في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن يعني تحوز على رضاكم أولا، وثانيا أن نخرج بها معكم بالمعلومة اللي ممكن أنها تفيدكم في تعزيز نمط الحياة الصحي الذي يقيكم من الأمراض. معنا في التنسيق ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير ميرا، وفي الإخراج عندنا عيسى سبيل، وأيضا تشاركنا التقديم اليوم دكتورة ندى الملة، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. أهم شيء ما صبحت عليكم، خميسكم ونيس، يوم آخر يوم في الأسبوع، الجمعة والسبت إن شاء الله إجازة جميلة نتخلى بروح إيجابية وننسى هموم الدوام في الدوام إلى يوم الأحد الساعة 7:30. طيب، دراستنا اليوم دكتورة تقول علاج الإنفلونزا عن طريق البريد. طور علماء جامعة واشنطن الأمريكية لقاحا للإنفلونزا يمكن إرساله إلى المرضى عبر البريد للاستخدام الذاتي دون مساعدة أحد، ويأتي اللقاح على شكل لاصقة زين لا تتطلب أي تدريب لاستخدامه، وهو آمن حتى الآن للحيوانات والبشر، ويمكن شحنه مباشرة إلى باب المنزل. يا سلام. عادة يتم تطوير اللقاحات بناء على أي من السلالات المحتملة التي يعتقد العلماء أنها ستكون مهيمنة في موسم معين، ولكن هذا يعني أنها تحمي الأشخاص من جزء معين من جميع الفيروسات الإنفلونزا، وأي تغيير يمكن أن يجعلها غير فاعلة حتى ضد تلك التي تستهدفها بشكل أفضل. يهدف العلماء منذ فترة طويلة إلى إنتاج لقاح للعديد من السلالات أو حتى جميع الفيروسات، ولم يخطط الباحث الرئيسي الدكتور كارترر وفريقه للنتيجة الأخيرة، حيث تمثل الهدف الأولي في إحياء فكرة وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة اللي هي DARPA داربا. كارتر يقول أنه توجب عليهم اختيار كل من الأداة والمضاد، وهو العلاج المعزز لنظام المناعة الحقيقي الذي يمكن أن يحقق هذا الهدف. وأتت النتيجة النهائية عبارة عن أداة مساعدة يمكن توصيلها عبر الجلد باستخدام إبرة مجهرية قصيرة أو لصقة يعني تحتوي على العديد من الإبر المجوفة الصغيرة والتي لا يمكن الشعور بها. دكتور كارتر يقول أن اللقاح تفوق من ناحية عدد السلالات القادر على منعها، كما أن الاستجابة المناعية أوسع وتستطيع إيقاف المزيد من الفيروسات حتى وإن لم تكن متطابقة تماما. شو رأيك؟ والله دراسة جميلة، خطير مع موسم الإنفلونزا. يعني تخيل محمد كثر بيوفر على الناس، يعني الناس حتى اللي يخافون عندهم فوبيا الإبر
بالضبط حق الأطفال، هي لصقة بس تحطها فيها إبر صغيرة ما تحسون فيها وتعطيكم التطعيم. ترى تعرف الحين مجال الأدوية يروح كله لاستخدام لصقات، يعني أشياء ما يضطر الإنسان يبلعها، لأن طبعا مع البلع هناك وايد مشاكل الطعام، تأثير على الجهاز الهضمي وغيره. فتخيلوا تطعيم ينعطى حاليا عن طريق الإبر راح يتحول للصقة احنا نحطها، نفس لصقات التدخين اللي يحطون المدخنين عشان يوقفون عن التدخين. بس صراحة يعني بيعتبر، شوفوا هالدراسات احنا ليش ندقق عليها؟ لان لما هم ما سووا هالدراسه الا لما حطوا في بالهم عدد من النقاط. اول نقطه وقت المريض، ان انا اي العياده واحجز موعد الدكتور واشوف الدكتور، بعدين اشوف الممرضه، بعدين اخذ الدواء، هذا كله وقت مريض. رقم اثنين الموارد، انا لو عطيت المريض جزء من العلاج في البيت فانا اقل موارد، ما احتاج عدد نفس عدد الاطباء، ما احتاج عدد نفس عدد الممرضات، حتى تركيبات المباني ممكن تتغير. فهذا هو التوجه الجديد الحين، ان كل شيء يوصل المريض في البيت، التطبيب عن بعد، استخدام الروبودوك وغيره. فان شاء الله محمود مثل ما انت توقعت قبلا، يعني خلال 10 سنوات راح يختفون الاطباء، راح يكون في دكتور واحد لكل مليون نسمه، لان الناس ما راح تحتاج اطباء، يسوي كل شيء، مو ما تحتاج، يسوي كل شيء يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل ما يقولون الاشياء توصلكم للبيت، ما في داعي تروحون عياده وايد. طيب ناخذ اسم الجناحي معنا عبر الهاتف، تطلعنا على اهم ما في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفتره الماضيه. صبحك الله بالخير اسمه. صبحكم الله بالنور والسرور عليك اخوي محمود دكتور رضا وكل المستمعين، ونقول لكم اليوم الخميس الونيس السعيد الجميل للجميع. أنت واحدة مستانسة. المهم كنا أنا معك. أوكي محمود يحب الدوام. من الأشياء اللي نحن والله نحب الدوام، بس بعد اليوم بعد طاير مسافر، يعني برجع لأحد إن شاء الله. قرقستان. قرقستان ولا قرقشتان؟ مو موضوعنا. قولي لها، قولي اللي عندك أسماء. تفضلي يا أسماء. ما أقدر أنطقها. من ضمن الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، أمس أطلقنا الدفع الثاني من رواد الصحة، وهم قادة الهيئة اللي هي مثلا إعداد القادة المختلفة المستويات الوظيفية في النهاية، اللي يشتغلون الطريقة أن تعود بالنفع على المجتمع، تطوير الكوادر الطبية، تطوير العمل بطريقة أن تكون متماشية مع الاستراتيجية الجديدة لهيئة الصحة دبي. من الأشياء اللي نحن حطيناها يوم أمس في قنوات التواصل الاجتماعي، أيضا كان عندنا لقاء خاص مع الدكتورة فتية العوضي، موجودة الحلقة كاملة على تويتر، كانت 24 ساعة واختفت من الانستغرام. نعم. كان عن قسم الغدد الصماء والسكري في مستشفى دبي، من ناحية الخدمات الموجودة، من ناحية الملاحظات اللي وصلتهم، وكيف قاعدين يعالجون الأشياء اللي وصلتهم من قيادات في خدمتكم. نعم. أيضا في أشياء مهمة دائما نحن نسهى عنها، تمرينات الإطالة في العمل. أغلب الأشخاص يعانون من مشاكل في العظام، في الكتف، في أسفل الظهر، هذا السبب أنهم قاعدين لمدة وايد طويلة على الكمبيوتر ما يتحركون. فنحن في حاطينهم بعض التمرينات لو يسوونها كل 45 دقيقة أو ساعة، هذا الأشياء إن شاء الله ما راح يعانون منها إن شاء الله. ونختمها بالرسالة الصباحية، واللي هي تقول: الخميس هو ختام أسبوع حافل بالإنجازات والعمل، اكسر روتين الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع وقم بعمل في عطلة أي نشاط تحبه ولا يتعلق بعملك، مثل ما بيسوي محمود يوسف. جميل، شكرا لك يا أسمى حبيبتي، نهارك سعيد. شكرا. طيب دكتورة، نحن ما رجع بنتكلم عن الكثير من المواضيع إن شاء الله. في عندنا بعد كذلك البارحة كان يعني الحديث المستمر حول أن المراكز الرعاية الصحية أو المزودي الخدمات الصحية ما يقبلون علاج اللي هم أقل من 18 سنة إلا بحضور ولي الأمر. البارحة أنا والله بحثت في هذا الموضوع للأمانة بشكل مكثف، وكنت أتكلم أن هذا قانون من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وهذا القانون مسجل، وهو أيضا يعني ضمن القوانين الأخرى المتصلة بهذا الموضوع، اللي هي أن السن القانونية عندنا في دولة الإمارات هو 18 سنة. ولكن كانت هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، ليش يعني أنا مرتبط بأمور كثيرة أو هذا ما أقدر أودي عيالي. الإقرار نفسه حتى تكلمت مع الزملاء قالوا لي يعني محمود الإقرار نفسه يؤخذ لمرة واحدة لهذا العلاج، يعني ولي الأمر يقر العلاج ويفوض هيئة الصحة
بعلاج ابنه، ولكن في حال إذا تغير العلاج يجب أن يأتي مرة أخرى ليوقع على الإقرار نفسه، ولكن إذا كان مستمر في نفس العلاج فهي مرة واحدة يعطي التفويض لهيئة الصحة. واضح الكلام ولا واضحة أكثر؟ لا أنا بالنسبة لي واضحة، أتمنى يكون مستمعين يعني وضحت لهم الصورة. ومحمود ترى في مصلحة المريض هي في النهاية، صحيح، في مصلحة القاصر اللي تحت 18 سنة، وهذه ضمن المعايير حتى الآيزو ومعايير بالضبط. لأن تحت يعني يجون أطفال مرض عندهم عمرهم 9 سنوات مع الخادمة، مع الخادمة، الخادمة يدوب تفك العربي والإنجليزي، وهذا طفل صغير، أنا كيف أشرح له خطة العلاج؟ كيف أعطيه متابعة؟ وكستوت قبل ما يطبق هالقرار 100%، قبل يرد الطفل البيت والأم تتشكى، ما شرحوا حق ولدي وما قالوا له شو المفروض أسوي، والصيدلين بس أعطاه الدواء، والصيدلين يكون شرح لكن لا الفئة المساعدة تفهم ولا الطفل يقدر يستوعب. فعشان تي لازم تكون أنتم موجودين، قرار طبي أي شيء. ولو فكرنا فيها كم مرة خلال الشهر ممكن طفلك يحتاج يجي العيادة؟ ممكن مرة، الحين بما أنه موسم الإنفلونزا يحتاج ممكن مرة أو مرتين، بالعادة تلاقي مثلا مرة كل شهرين أو 3 أشهر، والدوامات يعني فيها نظام استئذان أنك تستأذن وتي. فرتبوا أموركم بخصوص هذه الأشياء، يعني إن في حالات الطوارئ ولدك مريض ولدك تعبان لازم تكون أنت موجود. صحيح. عندك القانون يسمح لك تستأذن 3 مرات في الشهر 3 ساعات، فلا تخلصونهم يعني على أشياء ثانية. لا بس هذه بموافقة المدير، يعني الواحد ما يطلع على كيفه، يعني لازم المدير العام، المدير العام عفوا المدير المباشر يوافق على هذا الموضوع. عموما نطلع فاصل مستمعينا، نتمنى من كل الاتصالات اللي على برنامج البث المباشر ان توقف يا جماعة الخير وتفتحون المجال للي حابين يتواصلون معانا عبر برنامج صحة وسعادة. برنامج البث المباشر إلين الساعة 10 يوقفون الجماعة، ويعني عشان مسجاتكم ما يعني نشوف في بعض الناس يبعثون بعد الساعة 10 يقول شكرا لعدم التواصل، ما يقدرون يتواصلون معك، خلص البرنامج يا صديقي يا عزيزي، خلص البرنامج قبل يتواصل معك، إلا يرجع اليوم الثاني ويدور المسج، وهذا خلي حياته سهلة. يعني أحمد سلامة والشباب المنسقين اللي موجودين في برنامج يعني سهلوا حياتهم والتزموا بهذا التايم مالهم، 3 ساعات ما شاء الله على الهواء يعني كافي جدا أنكم تتواصلون. طيب نطلع فاصل ونكمل فقرات برنامجنا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب في ضوء اهتمامها البالغ وما تتبنى تنفيذه من خطط وبرامج وقائية وعلاجية، تعمل هيئة الصحة بدبي مستمعين على توفير الرعاية المتكاملة لأفراد المجتمع، لا سيما على صعيد ما يمكن أن يتسبب في مشكلات صحية منها السمنة. السمنة التي يلجأ البعض للتخلص منها عن طريق العمليات الجراحية. اليوم مقصد حديثنا بيكون عن هذا الموضوع مع الأستاذ سهير علي، أخصائية التغذية بإدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، موجودة معانا عبر الهاتف. ما نتكلم عن التغذية المثلى في البداية، ما قبل العمليات وما بعد عملية عمليات السمنة. صبحت الله بالخير أختي سهير. أهلا أخي، صباح الخير، شو أخباركم؟ الحمد لله بخير. أستاذة سهير، طبعا الحين عمليات السمنة بمختلف أنواعها صارت موضة، نعم. فنبغى نعرف الحين ما قبل ما الشخص هذا يتوجه لأجراء هالعملية، يكون هو ماشي على نظام حياته العادي مهما كان نظام وجباته، هل في نظام غذائي ننصح فيه المريض قبل ما يسوي أي عملية من عمليات السمنة، ولا نقول له عيش حياتك عادي لين بعد العملية تعالوا بنعدل لك أكلك؟ لا طبعا في نظام غذائي المفروض المريض يتبعه قبل العملية، مينيموم 2 أسبوع لازم يكون المريض على حمية تكون عالية بالبروتين وقليلة بالسعرات الحرارية، قليلة بالكربوهيدرات أيضا. مش عارفة إذا سامع بأتكنز دايت، يعني نعم. اللي هي الحمية العالية بالبروتين، صح. فهي الحمية يعني لا يفضل أنه المريض يتبعها أكثر من 2 أسبوع، وبالإضافة إلى ذلك المفروض أنه يكون طبعا تحت إشراف أخصائية التغذية. شو الهدف إن نخليه يمشي على حمية عالية في البروتين قبل عملية مثل هاي؟ لأنه هاي الحمية بتساعد على تنقيس الوزن بشكل سريع،
في هلا في بعض المرضى ممكن يجوا على العياده يكونوا جايين قبل العمليه لتسايبه شهرين او شهر. هذول ممكن انه نعطيهم حميه تكون قليله بالسعرات الحراريه لكن عاديه بالبروتين بالكربوهيدرات بالدهون. صح. بس في بيشنت بيجونا قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع، فبنضطر انه نخليهم على حميه عاليه بالبروتين لفتره قصيره لحتى نساعدهم انه ينقصوا وزنهم قبل العمليه. قاسيه تكون لانه طبعا قاسيه، نعم، لانه طبعا تنقيص الوزن قبل العمليه يعني بينعكس على المرجوع بعد العمليه، بيكون في مضاعفات اقل لما ينقصوا وزنهم قبل العمليه على المرجوع بعد العمليه. جميل. هني ابغى اسال، انا في واحد تكلمني ان في شوربه معينه تعطونهم اياها هذه تنزل الوزن، صح هالكلام؟ شوربه ملفوف؟ ما اتذكر شو هي، يقول لي ان هذه وايد زينه تنقصت وزني وايد. يلا خبرينا استاذه، نبغى نعرف شو هالشوربه العجيبه. هو اكشلي هذا عباره عن منتج، هذا المنتج هو عباره عن يعني مثل فورمولا معموله بشكل انها تكون عاليه بالبروتين وقليله بالكربوهيدرات. هذا المنتج في منه بارز، الواح منه مثل الواح الشوكولاته، نعم، في منه الواح وفي منه شوربه وفي منه شيكس يعني عصير، نعم، زي الميلك شيك، عرفتي؟ نعم. فهذا المنتج احنا بالعاده بننوع للبيشنتس، بنقول لهم انتم شو يعني شو بتفضلوا تاخذوا، شيكس الواح او مثلا شوربه، فبعتمد على شو البيشنت بيحب. هذا بس للمريض اللي يبغى يسوي العمليه، ولا اذا واحد حاب ينقص وزنه يعني بشكل عام تنصحونه بمثل هذه المنتجات؟ ممكن انه هذا المنتج المفروض يتاخذ بدل وجبه، ففي ناس بياخذوه عصير مع الوجبه، طبعا مش راح يفيد، لكن لما ياخذوه بدل وجبه اكيد راح يفيد لانه قليل السعرات الحراريه. جميل. ولكن التزام بمثل هالاشياء مثلا المكملات على المدى الطويل مو بزين، لا أيه. بس ممكن مثلا علشان يكون زي مثلا جامبينج ستارت، انه المريض ينقص وزنه بعدين يتشجع انه هو يضل عم بنقص وزنه. ممتاز. في ناس مرضى بدأوا معاكم على هالانظمه الغذائيه ونزل وزن عقب قال خلاص ما بسوي العمليه، وزني قام ينزل وبكمل على نفس الدرب. يستوي المريض شي يسوي؟ هلا اكيد هو ممكن هالشي يصير، لكن في مرضى انا يعني كل المرضى اللي انا مثلا شفتهم ما حد فيهم يعني ما حد غيرها يعني العملية. لا كان في لا. برنامج جميل هيئة الصحة سوته في فترة من الفترات، نسيت اسم البرنامج، بس هي فكرته انك انت تدخل ضمن منظومة كاملة تغذوية مع وصفة السعادة. نعم. هذا البرنامج اتمنى يتكرر مرة ثانية، لانه برنامج قوي جدا، الناس اللي دخلوا فيه استفادوا منه ونزلوا وزنهم بشكل موجود. محمود عيادات للحين موجودة في البرشة، موجودة. جميل. وصفة السعادة باخذ منك التفاصيل مع وصفة السعادة بعد ما نخلص حوارنا مع الأخت سهير. طيب سهير، الآن اللي نلاحظه للأمانة أن بعض الناس سووا العملية ولكن وزنهم نزل، نعم، ووقفوا عند حد معين وبعدين بدأ يرجع الوزن مرة ثانية. صحيح. ليش؟ لأن العملية هي عبارة عن وسيلة تساعدهم أنه ينقصوا وزنهم، يعني مثلا خلينا نقول 15 ل 20 كيلو أو حتى 30 كيلو أو ممكن 40 كيلو، لكن الأسلوب الحياتي تبع المريض لازم يتغير بعد العملية، لأن العملية مش سحر. فهو بالتالي المريض بحاجة إلى أنه يسوي رياضة، يأكل أكل صحي، لأنه المريض حتى لو مثلا معدته صغرت مش قادر يأكل كميات كبيرة، إلى أنه الاختيارات اللي بيختارها من الأكل بتؤدي إلى أنه يزيد وزنه لو مثلا عم يختار اختيارات غير صحية. مثلا في مرضى ممكن مثلا بطلوا يقدروا يأكلوا ماكدونالدز البيج ماك تشيكن لتسي، فبروحوا بيأكلوا شو الهابي ميل. طب الهابي ميل كمان ما هي يعني تعتبر عالي بالدهون لا تزال وجبات سريعة طبعا، وخيار يكون شوية غير بغض صحي بغض النظر عن هذه الوجبات السريعة هي نفسها. هني بطلع شوية عن الموضوع، يقول أحد المستمعين عندنا يقول أن جسمي متناسق وكل شيء تمام، بس شوي صوب البطن شيء فات، ما هو الحل؟ ومن ليس لديه فات تكلم عن نفسك خصوصا في البطن، هذه مشكلة الجميع. انزين شو الحل؟ صحيح. هلأ بالنسبة لهاي المشكلة يعني أكتر شيء صراحة الرياضة، يبتعدوا عن الأكلات الدهنية، حليب كامل الدسم يبتعدوا عنه، يأكلوا حليب قليل الدسم، ولازم يشوف أخصائي التغذية نفسه على أساس أنه بالإضافة للرياضة هاي المنطقة شوي صعبة حتى بالأكل إنها تروح، فهي المنطقة يعني بيسكلي بدها سيت اب يعمل حرك رياضة تعيت البطن مخصصة للبطن. أيوة. لأنه هاي المنطقة شوي صعب الدهون فيها إنها تدوب، مقاومة الدهون هنا، يقولوا صباح الفات
والثعلب فات فات. زين استاذة سهير، نرجع لموضوعنا الرئيسي. كنا نتحدث ان عدم الالتزام بالنمط التغذوي الصحي ما بعد العملية. طيب هني شو ممكن نسوي وشو ممكن ننصح الشخص اللي يسوي العملية، وخاصة ان من بعد العملية دكتورة في وايد ناس للأسف يعني تأثر عليهم العملية في أماكن أخرى، تحصلين في نقص فيتامينات، صح. في عندهم بعض الأمور اللي ممكن تكون مضاعفات، مش للعملية، مضاعفات لعدم الالتزام بالنصائح والإرشادات الطبية. صح. خلينا نعم. نتكلم عن هذا الموضوع. تمام. هلا شوف، بالعادة احنا في عنا بروتوكول هو يعني متأسس عن يعني علميا عن متابعة عيت المريض مع الدكتور وأخصائي التغذية. مفروض المريض يرجع للأخصائي التغذية والدكتور بعد أسبوعين أو 3 أسابيع، ماكسيموم شهر بعد العملية. بعدين يرجع يكرر الزيارات تاعيته كل 3 شهور. أول زيارة تكون بعد، ثاني زيارة تكون بعد 3 شهور، ثالث زيارة تكون بعد 6 شهور من العملية، بعدين رابع زيارة تكون بعد سنة، بعدين كل سنة يجي مرة، إلا إذا كان وضعه بيستدعي إنه يجي أكثر من مرة خلال السنة بعد سنة من العملية، ساعتها بنصير إحنا نعطيه موعد أقرب من سنة. أوكي؟ لأنه لما المريض يتبع البروتوكول اللي هو مفروض عليه، البروتوكول التغذية المفروض يمشي عليه بعد العملية، بكون عم بيهيئ معدته إنها تتأقلم على الوضع الجديد. صح. فبالتالي بكون أقل عرضة إنه يصير في عنده سوء تغذية. بس اللي إذا كان موازي لهالشيء عم بيتابع مع أخصائية التغذية، فأي مشكلة عم تظهر عنده أو أي سوء تغذية بكون يعني it's being addressed، يعني بكون عم بتعالج. صح. أول بأول. صح. فبكون المريض بهد بالتالي أقل عرضة إنه يصير في عنده سوء تغذية على المدى البعيد. نعم. أو حتى بعد العملية مباشرة، لأنه إحنا منشيك دائما فحوصات الدم، فمنشوف مثلا شو الفيتامين الناقص، وبعدين منعطي المريض مالتي فيتامين او مثلا لتسي فيتامين دي حسب فحوصات الدم شو بتبين. صحيح. بس مباشره بعد العمليه بكون المريض على حبوب مالتي فيتامين، يعني فيتاميناته ومعادن متنوعه بحبه. نعم. واحده. نعم. بالاضافه الى الفيتامين دي لمده شهر شهرين ثلاثه، بعدين بنصير نفحص لنا الدم، وحسب شو بيطلع ناقص بالدم بنعطيهن الفيتامين او المعدن المطلوب. طيب أنا توصلني أسئلة شوية خارج الموضوع، ولكن دكتورة يعني ما يمنع أن نحن شو اسمه نجاوب عليها. يقول هل الشاي الأخضر يحرق وينزل الوزن؟ هو ما بيحرق، يعني صراحة ما بينزل الوزن، لكن بيساعد على الهضم. يعني بريح مثلا، لتسي الواحد أكل وجبة شوي كبيرة وياخد شاي أخضر بعد نص ساعة أو ساعة، بتساعد على أنه شوي بتسهل الهضم. صح. ممكن حتى كمان يعني الله يكرمكم تدخل على الحمام، يعني تعتبر يعني مسهلي somehow. نعم. فممكن تساعد عملية الهضم في كل الأحوال. بتساعد عملية الهضم، بس it's not recommended إنه المريض يأخذها دغري بعد نص ساعة أو ساعة من الأكل، لأنه لو كانت مسهلي ويعني مشت البطن، ساعتها ممكن إنه الواحد أوكي ما استفاد من حيكون أقل، بس ما حيستفيد من الأكل. بالضبط. جميل. طيب أنا أبغي أسأل آخر سؤال أستاذ سهير عن أهم الفيتامينات التي يجب أن يأخذها المريض بعد العملية من خلال الأكل. أنا ما أتكلم عن الحبوب، أنا أتكلم أهم الممارسات التغذوية السليمة التي يجب أن يتبعها المريض الذي قام بعملية السمنة. أوكي. هلأ هو المريض بعد العملية مباشرة بيكون على السوائل الشفافة اللي بنقدر نشوف من خلالها لمدة 3 أيام، زي أي عملية تانية. بالعادة المرضى بيكونوا على السوائل الشفافة، بعدين بنخليهم على السوائل الكاملة اللي هي السوائل ما بنقدر نشوف من خلالها، زي الحليب، الميلك شيك، الشوربات المخلوطة بالخلاط المصفية طبعا، وما تكون غليظة كتير بعد العملية. السوائل الكاملة تكون خفيفة، بعدين بيصير المريض يزيد بغلاظة السوائل حسب قدرة احتماله. نعم. وبضلوا على هالمرحلة لمدة 2 أسبوع، بعدين بكون على الأكل المهروس اللي هو مثل اليهال على 6 شهور، نفس الأكل لمدة 2 أسبوع أو 5 أيام، بعدين بكون على الأكل اللين اللي هو أكل البيت لكن مطبوخ شوي زيادة. يعني أنتوا عندكم مثلا أكلات معروفة، العرسية هاي it's okay ياخدها بهالمرحلة، الهريس it's fine، بس طبعا أنه ما يكون فيه كتير دهن باللحمة أو مثلا. صح. دهن مضاف للأكل. خنفروش. بالنسبة لل نعم الخنفروش مثل الكيك.
لأنه جايبة خنفروش الاستوديو فيبغى يحط على الخنفروش مالي. لا اسم مخيف. ومثل الكيك، يشبه الكيك من البيض. الخنفروش صحي. هذا يسمونه الكب كيك محلي. إيه كب كيك محلي، نفس الكب كيك بالضبط. اوكي صحيح. اذا الخنفروش شيء طيب. اوكي شيء طيب. طيب نحن شاكرين لك اختي سهير يعني، وايضا نتمنى لكم التوفيق. بس بحب اضيف معلومه باي ذا واي، انه بالنسبه للفيتامينات والمعادن ضروري المرضى بعد العمليه مباشره يلتزموا فيها، لانه هن ما حيكون عندهم قدره ياكلوا كميات كافيه من الاكل، فضروري انه المرضى اول شهرين او ثلاث شهور بعد العمليه يلتزموا بالفيتامينات والمعادن عن طريق الحبوب. نعم. ممكن بعدين بعد ثلاث شهور يصيروا ياخذوا مثلا عن طريق الاكل كل احتياجات من الفيتامينات والمعادن، لكن مبدئيا المفروض انه يلتزموا بالمالتي فيتامينز اللي الطبيب بوصف لنا اياها. جميل، شكرا لك استاذ سهير علي، اخصائيه التغذيه باداره التغذيه السريريه في هيئه الصحه في دبي. اذا دكتور انا شو كنت بسالك عن، كنت تسالني عن اللايف ستايل كلينك او وصفه السعاده. انزين باخذ التفاصيل بعد الفاصل ان شاء الله. مركز البرشه الطبي افضل مركز طبي في العالم، الاخصائيين التغذيه على اخصائيين التغذيه هو اول شيء قال المركز على مستوى عالي في التوجيه. شكرا لكم. نصيحه ابتعدوا عن المخبوزات والغازات والدهون ومارسوا الرياضه كل يوم، تنعموا بصحه ممتازه. شكرا. شو بخصوص منتجات كلين ناين اللي ما سوري انا ذكرت المنتج، ولكن عموما اي شيء يروجوا له عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تاخذونه من الاخر. من الاخر انزين. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. ارقام التواصل معنا دكتوره 600551414 ورسائل النصيه على 4006، وموجودين لابعه نور دبي على الانستغرام. طيب واحد زعلان قال ما قلت سؤالي. سؤالي يقول ريوق واحد من يعني وجبات السريعه مفيد ولا؟ جاوبي. صراحه ريوقهم حلو بس لا مو صحي. يعني ياكلون ما ياكلون؟ لا مو يعني شوفوا انا ما احب دائما تعودتوا ما نقول ممنوع، كلوا عن خاطرك مثلا مره في الاسبوع، مو مثلا يسوي في ناس مثلا ممكن كل يوم رايح الدوام ياخذه لانه سريع يفتحون من وقت، لا ما يعتبر يوك صحي لكل يوم، مره عن خاطركم كلوا ما في مشكله. ولا مره تاكلون، هاي نصيحتي انا، ولا مره. ما احب يشيرك مره ثانيه، بيستشيرك مره ثانيه. لا بس تقولي لهم مره عن خاطرهم. ولا عن خاطرهم ولا شيء، عن خاطرك انت ما تعرف شو حاطين فيه. ها شو رايك؟ اوكي ما مش ليش تسوي محل زيت. زين شو فايده الغرفه؟ هل هي ما فهمت اي غرفه دي ار؟ ما فهمت سؤالك والله، يا ليت تعيده مره ثانيه. محمود مسجلين غياب. لا انا كنت غياب امس، محمود كان حاضر. لا هو يتكلم عن شيء ثاني. أنا اليوم ما اقدر. دكتوره هالورده من يوم الاثنين شفتها في العياده حاطتنا ما ذبلت شكلها. قلبك يعني خصب. قلبي كبير. انزين عموما قبل أن ناخذ دكتورة معلومات عن وصفة السعادة، خلينا بس نستقبل معانا يعني الغايب الحاضر دائما معانا الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي، بيكلمنا عن استعدادات مكثفة للدورة الخامسة من مسرعات المستقبل واللي تنطلق من حرص الهيئة على توفير منظومة صحية ورعاية طبية عالمية المستوى تقوم على أحدث التجهيزات والتقنيات الذكية. دكتور صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. عاد نحن من زمان عنك دكتور، من زمان. هي والله طال عمرك، نحن في الشوفة واللي تامر بحاضرين والوقت اللي تامروا بحاضرين. يا سلام، دائما كلام دكتور محمد كذي جميل وإيجابي. الله يحفظك دكتور. طيب دكتور قبل لا ندخل على الدورة الخامسة، خلينا بس نختصر الدورات الأربع الماضية للمستمعين، نعطيهم بس فكرة عن المسرعات، مسرعات المستقبل. طبعا فكرة المسرعات بدأت في عام 2016، وهيئة الصحة كانت من أحد الهيئات السباقة والمؤسسين لمؤسسة دبي للمستقبل وبرنامج المسرعات، والحمد لله اليوم نحب نوصل للدورة الخامسة يعني بعد جهد عامين ونصف مع البرنامج
من نتائج الدورة الأولى إلى الدورة الرابعة صراحة الحمد لله قدرنا نستعرض هالنتائج مع الفريق. من أهمها طلعت الطباعة الثلاثية الأبعاد، الذكاء الاصطناعي، التنبؤ بالأمراض، التنبؤ بالحالات، الوقاية. ففيها كثير من الأشياء، ويمكن من أهم الحالات اللي بنستعرضها مع السادة المستمعين هي حالة الشاب فهد علي اللي هو اللاعب الأولمبي اللي الويلشير تشامبيون اللي هو الكرسي المتحرك من أصحاب الأولمبياد، اللي الحمد لله قدرنا عن طريق المسرعات ودعم هيئة الصحة ودعم برنامج دبي للمسرعات ومؤسسة دبي المستقبل والتعاون مع القطاع الخاص عيادة ميدي كلينك أن نقدر اليوم نعطي رجلين اصطناعيتين تم طباعتهم عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكثير من الجهاز تم طباعته في إمارة دبي أيضا، فهذا إنجاز لإمارة دبي والدولة أكيد أن تم طباعة الجهاز هنا في الإمارات. جميل. هني منصور يقول دكتور محمد حزين بعد خسارة النصر 6. ما بنتكلم الموضوع. طيب التوجهات نحو التقنية الذكية دكتور، خلنا نتكلم عن أثر هذه التقنيات في تحسين رحلة المتعاملين. التأثير، شوف سعادة المتعامل في المقام الأول والأخير، يعني اليوم لما أنا أشوف فهد مبسوط ولابس شورت ويتمشى في المول وهو يفتخر أنه لابس رجلين اصطناعيتين من 3D printing، صراحة شيء في الصدر. قيس على ذلك كثير من المرضى اللي قدرنا نحن نحسن خدماتهم اليوم في هيئة الصحة سواء عن طريق المسرعات أو عن طريق مبادرات أخرى. نعم. هذا الهدف الأسمى اللي بنشوفه إن شاء الله في الدورات القادمة. بنشوف مثل ما تقول، مثل ما يقولون راسين في الحلال في الدورة الخامسة في الدورة الخامسة. نعم. لحظة لحظة بنشوف 3D أنا أدري بك أنت شو تبغى تقول، قلت راسين في الحلال إحنا ما يعرفش بنشوف التقنيات يمكن ما خطر على البال أنهم يتواجدون في جهاز واحد، مثلا الـ Virtual Reality أو الواقع الافتراضي، الواقع الافتراضي. نعم. وطباعة ثلاثية الأبعاد. زين، فهذا بنحاول نحن ندمجهم ودمجناهم الحمد لله، كان عندنا عرض لهم في مركز الابتكار في أسبوع الابتكار في عام 2018، شفنا أنه في تقبل كبير. اللي نعم. بنعرضه إن شاء الله في الدورة الخامسة بيكون أيضا محمود راسين بالحلال بين الذكاء الاصطناعي وجراحات الروبوت إن شاء الله. زين، نعرف دكتور محمد لما يسوون راسين بالحلال بين الواقع الافتراضي والطباعة الثلاثية الأبعاد شو بتكون، يعني شو المولود مال هالزواج يعني بين الاثنين؟ المولود بتشوفين المطبوعة قبل لا تنطبع عن طريق الماكينة تدامج في الواقع الافتراضي، فتقدرين تعدلين عليها، وبتكون المطبوعة أمامك بالواقع الافتراضي بس 3D، فتقدرين تحركينها تدخلين داخل المطبوعة، تقدرين تكبرين المطبوعة وتدخلين أنت داخلها عن طريق الفيرتشوال رياليتي أو الواقع الافتراضي. المليتش منو؟ دكتور محمد سجلتوها عرسه. هذا السؤال، هذا السؤال اللي تبغي يسأله. هني يقول لك أحد المستمعين قال دكتور محمد بس شوف نفسيتك تنفتح وتاكل زيادة، يرجى الابتعاد عن دكتور محمد. الحين بيزوجنا خطابة مستوي بالليت دكتور. تستاهل، تستاهل يا أبو يوسف. طيب. فنشوف هذا يعني حتى كثير من الشركات التي بنستضيفها ما تعرف أن التقنية اللي بتي وبتيلس جنبهم في مسرعة دبي المستقبل أصلا ممكن تتكامل معها. نعم. وشفناها أيضا بين هيئات حكومية من الدورات السابقة، مثلا تواجد هيئة الصحة بجانب هيئة التنمية البشرية أو اتصالات أو طيران الإمارات، تشوف أن هاي العقول لما تكون في برنامج واحد ولمدة معينة مع بعض قاعدين تشوف أنها تطلع منهم أفكار. صحيح. نفس الوقت عندك الشركات اللي موجودة، الشركات الخاصة اللي هي الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي نحن نستضيفها من جميع أنحاء العالم. نعم. وحتى في الدورات السابقة كانت عندنا دورات إيجابية جدا دخلوا فيها شركات من الإمارات، شركات صغيرة متوسطة تعنى بالابتكار والتقنية موجودة عندنا في الإمارات، والحمد لله نتائجهم جدا طيبة. نتأمل خير من الدورة الخامسة إن شاء الله، بيكون الكيك أوف أو البداية الأسبوع القادم. مدة البرنامج 8 إلى 9 أسابيع، وبإذن الله بإذن الله بتكون للهيئة نصيب الأسد في تحقيق الابتكارات المتقدمة اللي اليوم نحن
نفتخر أنها تنافس مدن كبيرة مثل سان فرانسيسكو ولندن في الابتكارات هذه. جميل. إذا دكتور يعني الدورة الخامسة لمسرعات دبي للمستقبل تعد بالكثير من المفاجآت والكثير من هذا صوت الراديو ولا صوت حد عندك دكتور؟ لا صوت حد عندي أنا عندي حين الشباب وياي السيارة وسهرين سايت لأكسبو 2020. نتكلم أيضا في الابتكارات اللي هيئة الصحة ممكن تقدمها ل 2020 إن شاء الله في أكسبو 2020. جميل. بتعطينا نبذة عنها على السريع ولا؟ والله اليوم التوجه واضح بالنسبة لإكسبو 2020 والخدمات اللي بتقوم هيئة الصحة بتقديمها. وعندنا الشباب هني الإخوان جاسمين شلبان والفريق أيضا قام بجهد كبير صراحة لضمان وصول الخدمة لمنطقة تعتبر تقريبا بعيدة شبه بعيدة عن داون تاون عندنا في إمارة دبي، ولكن لما تشوفها تحس أنك كنت في وسط المدينة وتقدر تخيل الخدمات اللي بتي. منظر جميل ورائع الصراحة. نحن حاليا في الموقع، وسامحوني على الإزعاج إذا في بدل ما في إزعاج في الخلفية. طبعا الخدمات اللي بتقومها هيئة الصحة خدمات المتقدمة للعاملين سواء في الموقع أو للزوار، ولكن أيضا نطمح لتقديم ابتكارات أفضل. وحاليا النقاشات قائمة مع الفريق هني على اكسبو 2020 على اساس ان نشوف شو اخر الابتكارات اللي بنتوصل لها في 2020 تقدر تخدم المتعاملين من اليوم. جميل. دكتور يعني انا قبل اختم معاك بس في شغلة مهمة نوضحها للمستمعين دكتور، ان انتم قمتم من خلال الدورات الماضية ب يعني استحداث واستقدام والعمل على الكثير من التقنيات المستقبلية، في منها طبقت في هيئة الصحة. فهذه المسألة أبغى أركز عليها، أن وجود مثل هذه المسرعات ليس فقط لعملية دراستها ولكن لتطبيقها وتنفيذها في هيئة الصحة. هذا اللي يتكلم عندك دكتور هذا يصلح مذيع. هي ما شاء الله صوته قوي. نتأسف مرة ثانية على بطريقة دبلوماسية دكتور، يعني يقول لك جزاك الله خير دكتور. إذا شاكرين لك دكتور، واسمح لنا عاد نحن دخلنا على 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 جدول مواعيدك، ولكن أنت دائما صدرك وسيع وتقبل منا طبعا كل شيء ما دام ان تقبل خساره النصر دكتور، فاتصور كل شيء بتقبلها. هارد لك دكتور، عادي الكره دائريه، يوم لك ويوم عليك. اشكر لك تعاونك يا دكتوره، ويوسف اتمنى انك تكون متعاون معنا. معاك دائما دكتور انا على الحلوه والمره. جزاك الله خير دكتور محمد الرضا، مدير مكتب اداره المشاريع بهيئه الصحه بدبي. كنا نتحدث عن استعدادات الهيئه المكثفه للدوره الخامسه من مسرعات المستقبل. شكرا دكتور. شكرا، نهارك سعيد، توصلون بالسلامة. طيب هني بس دكتورة بقرأ هاي المسجات، لأن شوف صاحب الرقم آخر شيء آخر شيء هذا اللي دائما أنا أتكلم عنه اللي هو 60-19 صاحب الرقم آخر شيء 60-19. تعرف البارحة حاولنا نتصل فيك وما رديت، إنزين واضطرش المسجات ما بقرأهن، يعني تطلع ويانا على الهوى يعني ما بقرأ مسجاتك. زين كذا مرة تكلمنا نقرأ على مدى أكثر من يوم. مرحبا، ممكن أعرف أسباب الدوخة والدوار بشكل متقطع؟ عمري 49 ومارس الرياضة بانتظام. لازم تزور الطبيب، لازم تزور الطبيب. وايد الأسباب، ممكن من الإذن، ممكن من الدم، ممكن من الجهاز الهضمي، ممكن من عينك، وايد في أسباب. لا تهملوا الدوخة يا جماعة، الدوخة ترى عرض مو بسيط. روحوا على طول الدكتور طبيب الأسرة بعدين يحولكم أو يشخصكم في العيادة. وين ممكن نستشير عن النظام الغذائي؟ يعني كيف نرتب أكلنا يوميا؟ كل المراكز الرعاية الصحية الأولية مفتوحة، المستشفيات بتحصلون أخصائي التغذية في كل مكان. كل مكان. إنزين شو بعد؟ القرفة الدارسين شنو الفائدة مالتها؟ ينظم ضغط الدم وزين حق القلب، بس مو زين أكثر منه، لأن القرفة نفسها فيها سكر عالي، فلا تكثروا من أي شيء يزيد عن حده مو زين. متى سنرى الفيو راي في مستشفياتنا؟ إن شاء الله. كل شيء إن شاء الله بيكون أفضل. ثنائي ليش ما تقدمون برنامج؟ إن شاء الله نرفع التوصية حق المعنيين عندنا. شو بعد في شيء ما قلنا؟ تسألني عن عيادة هذا؟ لا في أني أبو برعي بعد. لازم أقرأ أبو برعي. أي أبو برعي يقول نام بكير واصحى بكير وشوف الصحة إيش بتصير. أنا معك دكتور أبو برعي. شكرا. أنا أول واحدة أنام بدري.
انزين، كنا نتكلم عن وصفة السعادة دكتورة في أقل من دقيقة. وصفة السعادة هي عبارة عن عيادة متخصصة للناس اللي عندهم بعض المواصفات أو الكريتيريا، لازم يكون عندهم زيادة في الوزن، لازم يكون عندهم خطر الإصابة بمرض السكر. كيف تأخذها؟ شو؟ يعني أنت الحين يا ستروجين أنه واحد لازم يكون عنده لازم... هي الزنبتيك ليش يروح؟ منو؟ الناس يعني الفت ايه. كيف بيوصلوا؟ كيش ليه ما يحتاجوا ينزلون وزنهم يعني؟ فبيكون في طبيب، بيكون في اخصائي تغذيه، بيكون في مثقف صحي، يعطونكم في متابعه مستمره، ويعطونكم حتى جداول الانضمام لبعض النوادي الرياضيه عشان تنزلون وزنكم. كيف تحصلون على موعد في عياده وصفه السعاده او في عيادات الحياه الصحيه هذه؟ تتوجهون للمركز المتابعين له، تطلبون من طبيب الاسره يعطيكم تحويله على هذه العياده، تنضمون لها وبس. يباكم بعدها تتابعون، مع المتابعه احنا شفنا نتائج جميله من المتابعين، من المرضى اللي كانوا يتابعون في هذه العياده، فعلا نقص وزنهم، تحسنت حياتهم، وقل عندهم نسبه خطر الاصابه بمرض السكر. طيب دكتور، انا موضوع الدوخه عموما يعني يشدني، لانه هو واحد من الاعراض المهمه جدا ان الواحد ما يهملها، ومزعج جدا فانت اذا يدك الدوخه اكيد في عندك مشكله، ولا تشوف متقطع يعني تروح وترد عندك، يعني لو مرة أو مرتين ممكن انخفاض ضغط دم، سكرك ناقص، أي شيء، قلة نوم، ولكن لو تكرر لا، لازم توجهون للطبيب، لا تهملونه. طيب قبل ما نختم دكتورة، شو تبغين تقولين في ختام هذه الحلقة؟ الحين إن شاء الله يعتبر بداية لموسم الإنفلونزا، فأنا أنصح كل شخص يصير ياخذ تطعيم الإنفلونزا. يا جماعة لا تصدقون كل ما يقال عن تطعيمات، تطعيم الإنفلونزا جدا آمن وجدا ممتاز، خصوصا إذا عندكم حد كبير في السن، شخص عنده مرض السكري، الأطفال الصغار جدا يروحون مدارس من عمر 6 أشهر، تقدرون تعطونهم بدل ما الطفل يجي الإنفلونزا ويأخذ مضاد حيوي أكثر عمارة خلال السنة. تطعيم الإنفلونزا جدا جميل، فأنا أنصحكم توجهوا لعياداتكم واسألوا إذا متوفر بعد، يعني كميات وتطعيم الإنفلونزا مو موجود حاليا لأن بعد الموسم الحين بيبتدي، ولكن أنصحكم جدا أنكم تأخذونه. احرصوا على شرب الماء، الحين مع تغيرات الجو ممكن تشوفون زيادة في نسبة الإصابة بالكحة والزكام، الأعراض العادية الفيروسية هذه. علاجة بسيط، شوية اكثار من شرب الماء، خافضات الحرارة، وقليلا من الراحة. لا تستعجلون بأخذ المضادات الحيوية حتى لو نصحكم فيها الطبيب. أول شيء عطوا الطفل 3 أيام على الأقل، بعد 3 يوم بالعادة الحرارة أصلا تنزل لما يكون عن طريق لما يكون سبب الفيروس. خذوا التشخيص من الطبيب وشوية راحة في البيت، وإن شاء الله ما عليكم شر. طيب وأنا أضيف على كلامك دكتورة، يا جماعة الخير، اللي يتفلسف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أقول يتفلسف لأن أي يفتي من نفسه في دواء، يفتي من نفسه في علاج، يفتي من نفسه في شغلة معينة، حتى اللي يروجون للأدوية، الدواء لا تأخذونه من وسائل التواصل الاجتماعي. أولا في أسباب كثيرة، يعني بس أبسطها أنت ما تعرف مصدر هذا الدواء، هل هو الدواء صح ولا غلط؟ زين، واحد صحيح. اثنين، هل هو تم تخزينه بشكل سليم؟ لما وصلك وفق الأنظمة المعمول بها عالميا؟ صحيح. فرجاء رجاء رجاء وسائل التواصل الاجتماعي للدردشة، مش للعلاج، ولا حد يقولكم ما أدري سووا كذا، ولا رجعوا لي المعنيين، وفي حسابات موثقة لمزودي الخدمات المعروفة، تاخذون من عندهم النصائح وتاخذون من عندهم الاستشارات الصحية. بالضبط. غير كذا انسوا الموضوع. واحد طالع لي دكتورة ندى، لا تاخذوا من عندها، من حساب الشخص لا تاخذوا من عندها، خذوا اللي بتقوله في العيادة، في العيادة او في صحة وسعادة، في حسابات الموثقة. هي. يعني شو قصدك حسابي مو موثق؟ يعني قصده عن طريق حساب الهيئة الرسمي، أو أنا في العيادة، أو برنامج صحة وسعادة، لأن هذا يعني أشياء موثقة. ما بعين شيء دكتورة، لا أنت ما شاء الله عليك، يعني أنا ما مش انتقاص، بس أنا أضرب مثال أن الواحد ما يتوجه إلى الحسابات الشخصية ولا يستقي منها المعلومات، حتى مو بس في الصحة، في كل شيء. بالضبط. فعيزنا الصراحة من الإشاعات اللي كل يوم والثاني حط طالع لنا بإشاعة وطالع لنا بشيء. عموما لا تأخذ معلومة طبية من أي شخص كان إلا إذا كان في بيان. أحسنت، ممكن تخصصون وقت والحديث عن تلقيح سرطان الرحم يوم الأحد، عندنا حلقة خاصة بهذا الموضوع.
لين يوم الأحد نقولكم دمتم بصحة وسعة. شكرا لك عيسى، أنا آسف عيسى سبيل، شكرا لك ميرا الغفلي، شكرا لك دكتورة، شكرا لك، إجازة نهاية أسبوع سعيدة، وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.